سعيد دوم يدور له علفة عشان يشرد من الرياضة، الحين يقول الدنيا صيام والرياضة مضرة. بالعكس يا سعيد، الرياضة مفيدة في رمضان، شرط الاعتدال واختيار الوقت المناسب. 30 دقيقة من نشاط البدن الخفيف أو المعتدل يوميا في رمضان ممكن تسوي فرق. وإذا تبغى تنقص وزنك ممكن تسوي الرياضة لمدة ساعة قبل الإفطار مباشرة، لأن خلال الصيام الجسم يحتاج للمزيد من الطاقة فياخذها من الخلايا الدهنية المتراكمة. واللي ننصح فيه والتمارين السويدية والبلاتس اللي ما فيها وايد تعرق، وعند الإفطار ضروري شرب الماي بكميات كافية وبهداوة. وابعد يا سعيد عن الرياضة مباشرة بعد الإفطار، لأنها أكيد بتسبب لك إزعاج ودوار وغثيان، فلازم تكون 2 إلى 4 ساعات من الإفطار حسب نوعية الوجبة اللي تناولتها. ودائما تشرب بين 100 إلى 200 مللتر من الماي كل ربع ساعة. خلال نص ساعة من الجري تقدر تحرق 370 سعرة حرارية. وابعد عن التمارين الشاقة مثل رفع الأثقال أو الجري لمسافات طويلة أو البادي بامب. عكس ما كثيرين يفكرون، رمضان ممكن يكون فرصة لإنقاص الوزن. مبارك عليكم الشهر، عساكم دوم بصحة وسعادة.